إن أفضل ما نبدأ به ونداوم عليه في هذه الليالي والأيام الشريفة المباركة، هذا الموسم العظيم، هو الرجوع إلى الله تعالى والتوبة من كل الذنوب والمعاصي. إحنا مبارح اتكلمنا بشكل عام عن كل أنواع القربات التي يجب على الإنسان المؤمن أن يسعى في هذا الزمان الشريف إلى تحصيل أكبر قدر من الأعمال الطيبة الصالحة في هذا الزمان اللي بتتضاعف فيه ويتضاعف فيه الثواب. من ذلك الأعمال الصالحة دي، وأولى الأعمال الصالحة إن إحنا نبدأ بالتوبة، والتوبة هي من باب تقديمنا ليها دائما في مواسم الطاعات، إنه من باب تقديم التخلية على التحلية، زي ما قلنا بنخلي أنفسنا وقلوبنا وجوارحنا من كل سيء وقبيح، ثم نحليها بكل حسن وجميل وصحيح. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة اللي بتأمر المؤمنين والمؤمنات بالتوبة، وهذه الآية اللي بتأمر المؤمنين بالتوبة هي وردت في سورة النور، ومعلوم إن طريق الفلاح للمؤمنين وللمؤمنات معقود بأنوار هذه الشريعة الغراء، والتوبة نور. إذا صدق العبد في توبته إلى ربه أصبحت التوبة نور بيشع بريقه أو بيشع بريقه في قلب العبد المؤمن. إذا خلص وتجرد للمولى سبحانه وتعالى، ندم على ما فعل، ندم على أي تقصير أو أي خطأ ارتكبه، ندم أدى إلى أنه عصر قلبه، أنه تعصر القلب، إزاي أنا أخطأت وقعت وتجرأت على فعل هذا المحظور. الندم اللي يدفع بلسانه فيكون مستغفرا لمولاه، الندم الصادق اللي بتستقيم به الجوارح على طاعة الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذا كان من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إنه كان دائم التوبة لمولاه. ده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام بأحواله جميعها عبدا شكورا كثير الاستغفار كثير العودة لله سبحانه وتعالى، وهو الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، كما وجه ربنا المؤمنين والمؤمنات إلى ذلك قائلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولأن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم فقهوا أمر الله تعالى بضرورة أمر المولى سبحانه وتعالى لهم، بضرورة التعلق بأنوار الجناب النبوي الشريف من أجل الهداية والاستقامة على أمر الله تعالى في سائر دروب حياتهم. هم فهموا ده من الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهم الصحابة هذا الأمر وامتثلوا للعمل به، فقد كانوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ملتفين حول حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام في سكناته وفي حركاته في كل أحواله الشريفة، عشان ياخدوا من هديه الشريف أنوار فوق أنوار يهتدوا بها في دروب الحياة ويتأسوا بها في العمل الصالح. وامتثال كانوا بيعملوا ده امتثال للأمر الإلهي. فتجد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يلحظون النبي عليه الصلاة والسلام، بيشوفوا كل حاجة، مركزين معاه في كل شيء، فكانوا يلحظونه بدقة شديدة، كما أخبرنا بذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد
يعني النبي كان بيقول في المجلس الواحد هذا الدعاء: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وفي رواية: إنك أنت التواب الرحيم. نقول بالروايتين: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أو نقول إنك أنت التواب الرحيم. فكان يسأل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى باسمي الغفور والرحيم 100 مرة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا كنا، يعني سيدنا بن عمر ومن كان معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اللي كانوا بيبقوا في حضرة مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيقول لنا عد، أي نحصي بالعدد، قاعدين متابعين النبي قاعد يقول كم مرة هذا الدعاء. شفت صدق الصحابة في الالتفاف حول رسول الله لتلقي السنة النبوية المطهرة، قاعدين يعدوا النبي بيقول الدعاء كم مرة، ما هم دول حملت هذا العلم إلينا. فبيقول قاعدين بنشوف النبي بيقول كم مرة هذا الدعاء، فبيعدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، أي في المجلس اللي كان بيجمع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنه بيقول 100 مرة يقول فيها: ربي اغفر لي، اغفر يعني أمحو عني الخطايا، أمحو عني ذنوبي واسترها، لأن الغفر الغطاء يستر، مع إن المولى سبحانه وتعالى قد غفر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن ده كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى. رب اغفر لي وتب علي، أي اقبل مني. والإنسان يتوجه إلى الله بالتوبة ويسأل الله سبحانه وتعالى إنه يقبل التوبة بتاعته، وإنها تكون توبة صادقة نصوح. فبيعلمنا حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله بأن يقبل منا التوبة بتاعتنا: وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفير، يعني اقبل مني توبتي إليك التي رجعت فيها إلى طاعتك وبعدت فيها عن معصيتك. إنك أنت التواب، أي الذي يقبل التوبة. التواب صيغة مبالغة من فعال، يعني مش بيقبل التوبة مرة، بيقبل التوبة كتير، وبيعفو كثير ويغفر كثير ويحلم كثير على بني آدم. إنك أنت التواب الرحيم، يعني اللي بيرحم عباده من العذاب والبلاء بفضل رحمته. وده هذا الدعاء لما يقوله حضرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور. ونتعلم ده من الحديث، من نقل الصحابة لحال حضرته صلى الله عليه وسلم، فنفهم في معنى الحس الحض تشجعنا على كثرة الاستغفار والتوبة لله عز وجل. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو الله تعالى بهذه الدعوات أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد، فما أحوجنا نحن الضعاف، فما أحوجنا نحن من الإكثار من هذا الدعاء، بهذا الدعاء، ونحن تكون منا الزلات وتكون منا الخطيئات وتكون منا التجاوزات ويكون منا التقصير ويكون منا أن يقحم بعضنا نفسه في الخطايا بتجرؤ، أن يتجرأ عبد على ربه، يعلم أن الخمر حرام فيمسك الكأس ويشرب، أليس في ذلك تجرؤ؟ يعلم أن ترك الصلاة أمر منكر وهو كبيرة عظيمة، ويترك الصلاة ويسهو عن الصلاة ويلهو عنها بأشياء، يعلم إنه أكل المال الناس بالباطل حرام وهو سحت ويأكل في بطنه نارا، ويقدم على أكل مال الناس بالحرام إن كان تاجرا في موقعه، أو إن كان تاجرا في يبيع ويشتري، أو أنه يعامل الناس في المعاملات، أو غيرها من أنواع العلاقات الإنسانية اللي بيستهين البعض فيها بارتكاب الخطايا والمحظورات. إن كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد
وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور. فماذا عسانا أن نفعل؟ فماذا عسانا أن نفعل ونحن أهل تقصير وأهل نسيان؟ نسأل الله أن يوفقنا إلى الطاعات الطيبات، وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.